يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم بيان أنواع التوحيد الثلاثة في سورة الفاتحة، وهل هي متوافرة في هذه السورة؟ نعم، موجودة في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفي آخر سورة، هذه أول سورة من القرآن، وفي آخر سورة سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، رب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشيخ وذكر بعضهم في قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، الشيخ ابن سعدي رحمه الله ذكر أن هذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اعبده، هذا توحيد العبادة، هو توحيد الألوهية، رب السماوات والأرض، أول الآية رب السماوات والأرض فاعبده، رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، فاعبده هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. هذه أنواع التوحيد الثلاثة مبثوثة في القرآن، مبثوثة في القرآن بكثرة. نعم.